يرى فيكتور فونت المرشح الرئاسي لنادي برشلونة أن رحيل النجم ليونيل ميسي المحتمل عن الفريق الأسباني ليس نهاية العالم. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. وسينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع البلوغرانا في الصيف المقبل، وسبق أن أبلغ ميسي مسؤولي برشلونة برغبته في الرحيل في الصيف الماضي، ولكنه قرر البقاء في نهاية هذا الموسم. ولم يتوصل ميسي إلى اتفاق مع إدارة برشلونة حول تجديد عقده، مما يعني رحيله مجانا نهاية الموسم الحالي. وقال فونت في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الأسبانية: ميسي يمتلك رصيدا ضخما، لكن إذا لم يتواجد في برشلونة في المستقبل فلن تكون نهاية العالم. وأضاف أيضا: ميسي يدر المبلغ الذي يدفعه النادي له وأكثر من ذلك. وواصل أيضا القول بأن ميسي قد دمر برشلونة في النهاية الاقتصادية هو أمر خاطئ تماما. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.